بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله النهاردة هنحل مع بعض امتحان متوقع دراسات اجتماعية للصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الأول. وإن ما كنتش اشتركت في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. السؤال الأول ألف: أمامك خريطة صماء لجمهورية مصر العربية، اكتب مدلول الأرقام الموقعة عليها. واحد خليج، طبعا يا أبطال سنة رابعة عندي خليج العقبة وخليج السويس. رقم واحد تشير إلى خليج السويس. اتنين البحر، البحر أيضا عندي اتنين، هنا البحر الأحمر وهنا البحر المتوسط. رقم اتنين تشير إلى إيه يا أبطال؟ البحر الأحمر. تلاتة دولة، رقم تلاتة هنا طبعا الدولة اللي في الجنوب دولة السودان، أما الدولة اللي في الغرب دولة ليبيا. إذن ثلاثة تشير إلى دولة السودان. أربعة بحيرة، في هذا المكان بحيرة عذبة اللي هي بحيرة ناصر، رقم أربعة. رقم خمسة نهر، ما فيش غير نهر يا أبطال، نهر النيل. ستة منطقة زراعية، ستة في هذا المكان، المنطقة الزراعية الخصبة دي اسمها الدلتا، اسمها إيه؟ الدلتا. باء أكمل العبارات الآتية بما يناسبها: واحد يساعدنا نقط في تحديد ما تحتويه الخريطة من بيانات. ايه اللي يساعدنا ان احنا نعرف الخريطة دي ما تتحدث عن ايه؟ احسنت، عنوان الخريطة. اثنين تنقسم السهول الى سهول، سهول ايه ابطال؟ سهول ساحلية وسهول فيضية. ثلاثة زادت اهمية موقع مصر بعد حفر ايه؟ قناة السويس. اربعة عدد الجهات الأصلية كم جهة؟ طبعا الجهات الأصلية شمال جنوب شرق غرب، يبقى أربع جهات. السؤال الثاني ألف: أكتب ما تشير إليه العبارات الآتية: واحد عملية حصر السكان للتعرف على أعدادهم وتركيبهم. طبعا هذه العملية تسمى ممتاز التعداد السكاني. اثنين عاصمة مصر الموحدة الذي أسسها الملك مينا، ممتاز هي منف. ثلاثة مساحة من اليابس مرتفعة مستوية أو شبه مستوية السطح، ما هي المساحة من اليابس مرتفعة ومستوية أو شبه مستوية؟ ممتاز الهضبة. أربعة عاصمة مملكة الجنوب في مصر القديمة، عاصمة نخب. خمسة كل ما أنتجه عقل الإنسان سواء كان ماديا أو أدبيا، نركز في هذا السؤال، كل ما أنتجه عقل الإنسان سواء كان ماديا أو أدبيا، الحضارة. باء ما النتائج المترتبة على إيه اللي حصل نتيجة قيام الوحدة بين الأقاليم قديما؟ طبعا أدى إلى نشر الأمن والطمأنينة بين الناس وانتهاء الصراعات بين القرى والمدن والأقاليم. اثنين وجود جيش قوي في مصر القديمة، ماذا يفعل الجيش؟ يحمي البلاد. إذن أدى إلى حماية وحدة البلاد والدفاع عنها. ثلاثة الهجرة من الريف إلى المدن، طبعا العشوائيات أدت إلى ظهور العشوائيات. السؤال الثالث ألف: بما تفسر؟ واحد نظرة النبات الطبيعي في مصر، نظرة النبات الطبيعي في مصر بسبب ايه ابطال؟ بسبب ندرة الامطار. اثنين اهمية دراسة الطقس في حياتنا، دراسة الطقس يفيدنا في اشياء كثيرة، يفيدنا في تحديد نوع الملابس التي نرتديها وضمان سلامة السفر البري والبحري والجوي. ثلاثة عدم وجود مشكلات سياسية على الحدود بين مصر وجيرانها، لماذا؟ لأن حدود مصر واضحة ومميزة ومعترف بها دوليا. باء اكتب كلمة صح أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الخاطئة. واحد الخريطة هي لقطة لجزء من سطح الأرض باستخدام آلة تصوير، طبعا يا أبطال ده تعريف، هي تعريف الصورة، إذن هذه العبارة خاطئة. اثنين الحدود بين محافظات مصر تسمى حدود إدارية، الإجابة صحيحة. اثنين ثلاثة يعد الجيش أحد العوامل البشرية في قيام الحضارة المصرية، أيضا العبارة صحيحة. أربعة يستخدم الميزان في قياس درجة الحرارة، طبعا العبارة خاطئة، وإنما الذي يستخدم في قياس درجة الحرارة هو الترمومتر.
5. اللون الأزرق على الخريطة يدل على الهضاب، أيضا العبارة خاطئة وإنما يدل على المسطحات المائية. السؤال الرابع، تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. جبل سانت كاترين يوجد في جنوب الصحراء الشرقية أم سيناء أم الصحراء الغربية أم مطروح؟ طبعا سانت كاترين في سيناء، إذن يوجد في سيناء. 2. أسس الملك مينا الأسرة الفرعونية، الأسرة الفرعونية الثانية أم الأولى أم الثالثة أم الرابعة؟ طبعا الأسرة الفرعونية الأولى. 3. نحت المصري القديم أدواته من الحجر بدقة في العصر الحجري الحديث ولا الحجر القديم ولا المعادن ولا المصر؟ طبعا العصر الحجري الحديث. 3. عاش الإنسان المصري القديم بداية حياته فوق الجبال أم الهضاب أم التلال أم السهول؟ طبعا فوق الهضاب. ب. صنف المناطق التالية من حيث موقعها في الجدول التالي: الدلتا والواحات والوادي وشبه جزيرة سيناء وساحل البحر المتوسط. المناطق: مناطق قليلة السكان ومناطق متوسطة السكان ومناطق كثيفة السكان. 1. مناطق قليلة السكان، طبعا أول كلمة الدلتا، لا الدلتا من المناطق كثيفة السكان. الواحات، الواحات من المناطق قليلة السكان، نكتبها تحت مناطق قليلة السكان. الوادي، الوادي من المناطق كثيفة السكان. شبه جزيرة سيناء، من مناطق قليلة السكان. طيب مناطق متوسطة السكان، الدلتا الواحات خدناها، الوادي شبه جزيرة سيناء ولا ساحل البحر المتوسط؟ ساحل البحر المتوسط، مناطق متوسطة السكان. مناطق كثيفة السكان يعني كثيرة، طبعا الدلتا والوادي. كده خلصنا النموذج الأول، وهنحل مع بعض إن شاء الله النموذج الثاني. سؤال الخريطة، 1. جبال رقم 1 في هذا المكان، جبال إيه هنا؟ ده البحر الأحمر، إذن هي جبال البحر الأحمر. طيب 2. البحر، البحر المتوسط. 3. منخفض، منخفض يا أبطال، أنا عندي هنا منخفض الفيوم ولكن هنا بعيد شوية ده منخفض القطارة. 4. شبه جزيرة، طبعا دي شبه جزيرة سيناء. 5. الصحراء، عندي الصحراء الشرقية وهنا الصحراء رقم 5 الغربية. 6. جبل، جبل العوينات، في هذا المكان جبل العوينات. بما تفسر؟ 1. أهمية الخريطة في حياتنا، لأنها تساعدنا على أشياء كثيرة، منها أنها تساعد الإنسان في التعرف على الأماكن ومواقعها، وتساعد المعلم في الشرح والتلميذ في المذاكرة، ويستخدمها كل من الصياد والسائح. 2. يزداد تركز السكان في الوادي والدلتا، بسبب ماذا؟ توافر المياه والتربة الخصبة وسهولة المواصلات واستواء السطح. السؤال الثاني، أكمل العبارات الآتية بما يناسبها. 1. نهر النيل من العوامل نقط لقيام الحضارة المصرية القديمة، من العوامل الطبيعية. 2. عاصمة مصر حاليا مدينة القاهرة. 3. بنى المصري القديم نقط للإقامة فيها بجانب زراعته، بنى المساكن للإقامة فيها بجانب زراعته. 4. صنع الإنسان المصري القديم ملابسه من الكتان. 5. خرج الملك مينا من مدينة يا أبطال، من مدينة طيبة. ب. صوب ما تحته خط. 1. الشمال الغربي من الاتجاهات الأصلية، الاتجاهات الأصلية 4، شمال جنوب شرق غرب، ما فيش الشمال الغربي، الشمال الغربي من الاتجاهات الفرعية وليس الأصلية. 2. تقع مصر في قارة أوروبا، طبعا مصر تقع فين يا أبطال؟ في قارة إفريقيا. 3. تاج مملكة الشمال لونه أبيض، طبعا نصحح كلمة أبيض، لونه أحمر. 4. سجل المصري القديم أخباره باللغة الإنجليزية، باللغة الهيروغليفية. 5. بدأت العصور التاريخية عندما عرف الإنسان الزراعة، عندما عرف الإنسان الكتابة. السؤال الثالث، اكتب المصطلح الجغرافي الذي تشير إليه العبارات الآتية. 1. مساحة واسعة من اليابس تضم عددا من الدول، مساحة واسعة من اليابس تضم عددا من الدول، إذن هي القارة.
2- أرض شديدة الارتفاع ولها قمة وجوانبها شديدة الانحدار هي الجبال. 3- كل ما تركه لنا أجدادنا القدماء ويعبر عن حياتهم يسمى الآثار. 4- لوحة سجل مين عليها انتصاراته، طبعا لوحة نارمر. ب- ما النتائج المترتبة على اكتشاف المصري القديم النار؟ اكتشف المصري القديم النار، أدى ذلك إلى استخدام النار في طهي الطعام والتدفئة وإبعاد الحيوانات المفترسة. 2- تنوع المناخ في مصر، أدى ذلك إلى تنوع أبطال المحاصيل الزراعية. 4- أهمية موقع مصر الجغرافي، أدى ذلك إلى زيادة الأطماع الاستعمارية في السيطرة على مصر على مر العصور. السؤال الرابع، تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين، عاصمة أول وحدة في التاريخ، أون ولا القاهرة ولا منف ولا طيبة؟ طبعا أون. 2- من النبات الطبيعي في مصر، القمح ولا الصبار ولا الأرز ولا الذرة؟ طبعا الصبار. 3- تسقط الأمطار على السواحل الشمالية في فصل الشتاء أكيد. 4- من المحافظات الجاذبة للسكان، أسيوط ولا سوهاج ولا أسوان ولا القاهرة؟ أكيد القاهرة. 5- الحدود الشمالية لمصر حدود بشرية أم طبيعية أم سياسية أم إدارية؟ طبعا حدود طبيعية. 6- كل البحيرات مالحة ما عدا بحيرة قارون، بحيرة مالحة، المنزلة مالحة، البرولوس مالحة، بحيرة ناصر فقط هي اللي بحيرة عذبة. 7- يحد مصر من الغرب دولة السودان أم فلسطين أم ليبيا أم السعودية؟ من الغرب، يعني على إيدك الشمال على الخريطة هي ليبيا. ب- ماذا يحدث إذا لم يوجد سهم على الخريطة؟ طبعا لا نستطيع تحديد الاتجاهات على الخريطة. لم ينزل المصري القديم من فوق الهضاب، طبعا كانت ظلت حياته في تنقل وترحال ولم يعرف الزراعة والاستقرار. بكده إن شاء الله نكون قد انتهينا من النموذج الأول، وانتظرونا إن شاء الله في كثير من النماذج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.